قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على أقسام الكلام. هو المصنف رحمه الله تعالى لما يعني حتى نعرف أين نسير. المصنف لما ابتدأ لك بأصول الفقه، نعم، شرع لك شرع يبين لك أبواب أصول الفقه، ذكر أول قسم منها أقسام الكلام. لماذا ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أقسام الكلام في أول شيء من أبواب أصول الفقه؟ ابتدأ بذلك لأن نصوص الشارع كلام، القرآن والسنة كلام، ولما كان القرآن والسنة عربيين، نعم، احتاج إلى معرفة معنى الكلام في لغة العرب، لأن الذي لا يفهم اللغة العربية لا يفهم نصوص القرآن والسنة، ومن ثم ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أقسام الكلام، لأن نصوص الشرع من سواء من القرآن أو من السنة كلام، فاحتاج إلى معرفة معنى الكلام في لغة العرب، والقرآن والسنة إنما نزل بلغة العرب. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استفاض في كتاب الرسالة في بيان أهمية تعلم اللغة العربية، وأنه يجب على كل مسلم أن يأخذ منها القدر الذي يقيم به دينه. نعم، ويعني بسط الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الكلام في ذلك في كتابه العظيم الماتع، كتاب الرسالة، هو أول يعني مؤلف ألفه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ويعتبر من أوائل المصنفات في أصول الفقه كما مر علينا. هنا يقسم الكلام، هناك قسم الكلام باعتبار ما يتركب منه، يتركب من اسمين، أو يتركب من اسم وفعل، أو يتركب من فعل وحرف، أو يتركب من حرف واسم. نعم، هو لماذا ذكر لك هذه التركيبات في الكلام؟ حتى لأنك هتستفيد منها فائدة عظيمة في الاستنباط، وفائدة الاستنباط أن الاستنباط لا يكون إلا من الكلام المركب. ولما قال لك أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف، حتى يدلك على أن ما يستنبط منه الأحكام إنما يكون من الكلام المركب. لذلك قال أقل ما يتركب منه الكلام، وذكر لك تركيب. إذن الألفاظ المجردة كمحمد مثلا أو زيد أو غيرها من ألفاظ المجردة أو المركبات غير التامة كإن قام زيد، هذه كلها لا يستنبط منها أشياء، إنما الذي يستنبط منه الأشياء المركبات التامة. أما الألفاظ المجردة لا نستطيع أن نستنبط منها أشياء إلا ما جاءت به الشريعة، فالشريعة وضعت للإسلام وللإيمان وللإحسان، نعم، وللكفر وللشرك وضعت له حقائق، يبقى دي ألفاظ خصتها الشريعة بذكر حقائقها. أما ما دون ذلك من الألفاظ لا تستنبط الأحكام، يعني حتى تعلم لماذا ذكر لك أقل ما يتركب منه الكلام، حتى يدلك على أن الاستنباط لا يكون إلا من الكلام المركب. وذكر لك أقل ما يتركب منه الكلام، فخرج الألفاظ المجردة لا نستطيع أن نستنبط منها أحكاما، وخرج من المركبات غير التامة كإن قام زيد أو إن قام عم، لأننا لا نفهم منها شيئا، هذه مركبات غير تامة. إذن ذكر أقل ما يتركب منه الكلام حتى يدلك على أن الاستنباط يكون من الكلام المركب وليس من الألفاظ المجردة. أنا إن شاء الله بإذن الله يعني أنا وإن شاء الله أعطيكم أسئلة إن شاء الله بعد نهاية الباب، إن شاء الله أعطيكم أسئلة على يعني كل باب إن شاء الله بإذن الله، يعني كم بعد كده بأكثر من عدة أعطيكم أسئلة إن شاء الله، أسئلة بتجمع لك المطلوب يعني يجيب عليه. فإذا هذا أقسم الكلام من حيث يعني التركيب، وقسم لك الكلام أيضا من حيث يعني المدلول، أنه قسم الكلام إلى منه ما يدل على الطلب، وهو يشمل الأمر والنهي، والأمر يشمل يعني الطلب يشمل الأمر والنهي والاستفهام أو الاستخبار. قسم الكلام من حيث مدلول الكلام، أي من حيث ما يدل عليه الكلام، فقسم لك تقسيمين، قسم لك الكلام منه ما يدل على الطلب ويشمل الأمر والنهي والاستخبار بمعنى الاستفهام، نعم، والاستخبار لو كان على معنى الحقيقي يبقى الاستفهام، على غير معنى الحقيقي الاستفهام يبقى يدل على التقييد أو على الاستنكار أو على تنبيه المخاطب. وذكر لك ما لا يدل على الطلب، منه ما هو محتمل للصدق والكذب وهو الخبر،
ومنه ما لا يحتمل الصدق والكذب وهو التمني والقسم. وذكرنا أن هناك تقسيم أفضل من هذا يجمع لك أن الكلام ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء. أما الخبر فهو الكلام الذي هو الكلام المحتمل الصدق والكذب لذاته، هذه أخبار. نعم، هذه تسمى إيه؟ تسمى أخبار. انتبه إلى أن من الأخبار ما يدل على الأمر، ولكن صورة الخبر. مثال على ذلك: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا الأسلوب أسلوب ماذا؟ أسلوب خبري، لكنه خبر يراد به الأمر، أمر الله جل وعلا أن تكون أن تطلق المرأة ثلاث طلقات. نعم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. خبر لكن المراد به أمر. ومن دخله كان آمنا في البيت، يبقى هذا خبر يراد به أمر، يعني بتأمين داخل البيت. إذا من الأخبار ما تأتي في سورة أخبار لكن يراد بها الأمر، فتعرف ذلك. أما الإنشاء فهو يدلك على إنشاء معنى جديد. الإنشاء يعني يدلك على إنشاء معنى جديد، ولذلك هو لا يحتمل الصدق والكذب، لأنه هو ينشئ لك معنى جديدا. أما الخبر يخبرك عن شيء، فلما يخبرك عن شيء هذا الشيء يحتمل أن يكون صدقا وكذبا. طبعا الأخبار في الشريعة كلها في غاية الصدق، لكن نحن نتكلم على الخبر اللغوي، ولكن الأخبار في الشريعة في غاية الصدق والسلامة والإتقان. الإنشاء لأنه ينشئ لك معنى جديدا فهو لا يحتمل الصدق ولا الكذب. وتدخل بقى تحت الإنشاء، تدخل تحته الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والقسم. المسألة كلها عندك إيه؟ عندك كلها مجموعة عندك. يبقى تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، والخبر قد يراد به الأمر، والإنشاء تصنف تحته كل هذه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والقسم. التقسيم أفضل يقرب لك الفكرة. شرع بعد تقسيم الكلام من حيث ما يدل عليه ومدلوله إلى تقسيم الكلام باعتبار استعماله. طب هذا الباب مهم جدا. لماذا؟ لأننا في أصول الفقه بنبحث في دلالات الألفاظ، فمن الألفاظ ما يدل على معناه بالحقيقة، ومنه ما يدل على معناه بالمجاز، على قول بوجود المجاز. ومن ثم لا تستطيع أن تفهم دلالات الألفاظ إلا إذا علمت معنى الحقيقة ومعنى المجاز. إذن فائدة هذا الباب أنك في قواعد الاستنباط، من أهم قواعد أصول الفقه استنباط معرفة دلالات الألفاظ. واللفظ قد يدل على معناه بالحقيقة وقد يدل على معناه بالمجاز، فشرع لك هنا يبين لك معنى الحقيقة ومعنى المجاز. نعم، والكلام احنا يعني قال ومن يعني طبعا احنا تكلمنا على المجاز وعلى اثبات المجاز وعدم اثباته. نعم، الخلاف بين المثبتين يعني تعلمون بان من اهل العلم من منع وجود المجاز عموما، منه ابن خويزمنداد من المالكية وجماعات من الشافعية، وكذلك لم يذكروا ابو عبيدة ابن مسنى ولا سيبويه، وهم من أئمة اللغة، ولم يذكروا الشافعي ولم يتحدث عنه الشافعي في كتابه رسالة. وينصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن المتأخرين الشيخ محمد الأمين يعني يا شرقيتي، ورسالته معروفة في منع جواز المجاز في المنزه للتعبد والإعجاز، فيمنع وجود المجاز، لأن أول من تكلم بهذا المجاز هم متأخرون من المعتزلة، أول من تكلموا بهذا المجاز. وإلا الصحابة رضي الله عنهم ما أشر عنهم ولا تابعيهم بإحسان أنهم تكلموا في شيء من المجاز. الخلاف بين فهذا القول الأول ينفي المجاز، والقول الثاني وبيقول بعض علماء أهل السنة بوجود المجاز. الخلاف بين علماء أهل السنة وبين غيرهم من المبتدعة أن من أهل السنة من قال بالمجاز لا يدخله في صفات الرب تبارك وتعالى. وذكرنا بأن إذا كان المجاز لم يدخل في صفات الرب تبارك وتعالى ونفي صفات الله، نعم، لأن هذه مسألة عقدية، فالخلاف فيها يكون خلافا أدبيا. أما إذا دخل في الصفات يصير خلاف فرق، الفرق التي افترقت التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب الخلاف إيه؟ هنعرف الآن سبب الخلاف. سبب الخلاف بين منكري المجاز وبين واضعي المجاز، المجاز هو إيه؟ استعمال لفظ في غير ما وضع له. فهنا الذي ينكر المجاز يسأل من أثبت المجاز: هل عندكم دليل أن العرب وضعت ألفاظا لمسميات معينة
ثم استعملت هذه الألفاظ في غير مسمياتها، هاتوا لنا الدليل. القائلون بالمجاز حاولوا أن يثبتوا دليلا هذه الأدلة التي مرت علينا، فرد علي الفريق الأول جميعها نحو يعني، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، ونحو تسمية كما سيأتي تسمية قضاء الحاجة بالغائط، ونحو واخفض لهما جناح ذل، ونحو ذلك. كل هذه الأدلة مردود عليها من أهل السنة، وأن هذا أساليب من أساليب اللغة العربية، والكلام لا يفهم، الكلام يفهم من تركيبه لا يفهم من أجزائه. إذن هذه الأدلة كلها مردود عليها. بخلاف هذه الأدلة ما ليس عندهم دليل على أن العرب وضعت ألفاظا وثم استعملت هذه الألفاظ في غير مسمياتها. إذن هذا أصل الخلاف بين القائلين بعدم وجود المجاز، وبين القائلين بوجوده، وهو هل وضعت العرب ألفاظا لمعاني معينة ثم نقلوها إلى غيرها. فالذي يقول بوجود المجاز يثبت هذا، وما حاولوا إثباته بهذه الأدلة كلها مردود عليها، وأنها من أساليب اللغة العربية. فهمت هذا؟ قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. أن هذا تقسيم الكلام من حيث استعمال الكلام، قد يستعمل الكلام على جهة الحقيقة، قد يستعمل على جهة المجاز. الحقيقة مأخوذة من حقا، إذن المعنى اللغوي في معنى إيه؟ التأكيد واللزوم والثبات. فقال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وهذا التعريف الأول الذي ذكره المصنف للحقيقة، لأنه يذكر هنا تعريفين. قال ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني هذا يعني العرب وضعت اسم الكوب لهذا، ووضعت اسم المنضدة لهذا، وضعت اسم الحقيبة لذاك، العرب وضعت هكذا. نعم. فقال ما بقي على الاستعمال في موضوعه، فطالما أن الحقيبة تطلق على هذه، وطالما يطلق أن الكوب يطلق على هذا، وطالما أن المنضدة تطلق على هذا، يبقى هذه كلها حقائق، لأنه بقي في الاستعمال على موضوعه. هذا التعريف الأول للحقيقة. فلما نعرف المجاز على هذا التعريف نقول ما استعمل في غير موضوعه، لأن المجاز قسيم الحقيقة. فإذا كانت الحقيقة ما استعمل، ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يبقى المجاز هو ما استعمل في غير موضوعه، كما قال ورأيت أسدا، رأيت أسدا، وهو يقصد الرامي، رجلا رأيت أسدا يرمي. ما لو قال رأيت أسدا فقط يبقى الأسد يحمل على إيه؟ أسد الحقيقة. لكن لو قال رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله، هنا ليه بقى؟ لماذا قلنا بأنه مجاز؟ لأن المجاز يشترط للقائلين بالمجاز وجود شرطين. الشرط الأول وجود قرينة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي، هذا الشرط الأول، وإلا لا يصح وجود المجاز. ما الذي يدلك على أن كلامي لا يحمل على الحقيقة؟ وجود قرينة في الكلام. لذلك لو قلت لك رأيت أسدا، يبقى الأسد هو إيه؟ حقيقة الأسد الحيوان. أما لو قلت لك رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله، فعندما عند القائلين بالمجاز هذه قرينة تدل على أنه رجل شجاع. إذن الشرط الأول في المجاز أن يكون قرينة. الشرط الثاني يكون هناك علاقة بكسب العين بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي، عشان نستطيع ان احنا نقتل المعنى من هنا الى هنا، يكون في نوع من العلاقه. فالعلاقه بين الاسد وبين المجاهد اللي هو ايه؟ الاقدام والشجاعه. فهمت هذه؟ وهذه لها انواع تبسط في موضعها، ليس موضوعنا هنا البسط، لكن الموضوع هنا الكلام عليه. اذا هذا التعريف الاول للحقيقه، ان الحقيقه هي ما بقي على في الاستعمال على موضوعه. طيب، وقيل، وهذا التعريف الثاني في الحقيقة، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. المخاطبة يعني الجماعة التي تخاطب بعضها بعضا، التي يخاطب بعضها بعضا، ولذلك يعني مخاطبة بكسر الطاء. فأي قوم اصطلحوا على ألفاظ معينة، فما يصطلحون عليه الكلام الذي يوافق الصلاح حقيقة على اصطلاحهم. يقول هو لذلك يقول هو في وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبه. طيب، مثال: النحويون اصطلحوا على ان الجزم، ان الفعل المجزوم معناه انه سبق اداه من ادوات الجزم. الجزم ده في اللغه بمعنى ايه؟ القطع. فعندما اقول ان الجزم ده، ان الفعل المجزوم مش معناه قطع، الفعل المجزوم معناه انه سبق اداه من ادوات الجزم، يبقى دي حقيقة لغوية، لأن هنا النحويون
اصطلحوا على هذه. هنا إذا قال هو ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أي قوم تخاطبوا فيما بينهم، وكما اصطلح الفقهاء مثلا على أن السنة هي المندوب، على أن السنة في اللغة هي الطريقة، يبقى تسمية السنة، تسمية المندوب بالسنة، يبقى هذا حقيقة، حقيقة إيه؟ يعني هذه حقيقة، بس حقيقة تخص الفقهاء، هي حقيقة عرفية، عرفية عند الفقهاء، هي حقيقة عرفية عند الفقهاء. يعني احنا مش المندوب هو يعني ما يؤجر فعله ولا يؤخذ تاركه فتكون، لا، هذه حقيقة المندوب الشرعية، لكن تسمية المندوب بالسنة دي حقيقة عرفية عند الفقهاء. هذا معناه انك لما تستعمل بقى السنة عند الفقهاء فدلالتها على المندوب من باب الحقيقة، بس لكن الحقيقة العرفية، الحقيقة العرفية اصطلاح. لذلك قال وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. طيب على هذا التعريف لو عرفنا المجاز، يبقى المجاز هو ما استعمل فيما لم يصطلح عليه من المخاطبة، عشان حتى نقول ايه، نعرف المجاز على ام يعني، لان المجاز قسيم الحقيقة. تمام. قال والمجاز هو ما تجوز عن موضوعه، يبقى ده على التعريف، تعريف ايه الاول، لان هو عرف لك الحقيقة بالتعريفين، ما بقي في الاستعمال على موضوعه يقابله المجاز ما تجوز عن موضوعه، يعني نقل من موضوعه الى استعمال آخر. وتعريف المجاز على الثاني ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، نعم، معناه أن المجاز هو إذا استعمل اللفظ في غير ما اصطلح عليه، في غير ما اصطلح عليه، بهذا يسمونه المجاز. وهذا الكلام والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، الكلام ده انتبه لهذا الكلام، هل هذا الكلام على التعريف الأول للحقيقة ولا على التعريف الثاني؟ الثاني، لأن الأول ملوش علاقة لا شرعية ولا عرفية ولا لغوية، ده الاستعمال الكلام فيما وضع له، هي حقيقة واحدة، هي الحقيقة اللغوية، ليس هناك حقائق أخرى. لكن لما في التعريف الثاني ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، فهنا التقسيم هذا للحقائق على التعريف الثاني للحقيقة. يبقى إذن تقسيم الحقيقة على هذا إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. فجماعة الشرع، ففي لسان الشرع، الشرع نقل ألفاظ من اللغة إلى الشريعة، مثل الصلاة، الصلاة في اللغة جمهور أهل اللغة يقول بمعنى الدعاء، على خلاف بينهم في ذلك، نعم، ومنهم الذي يقول بمعنى الثناء، نعم، فالصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، لما نقلت إلى الشريعة صارت هي العبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، وبينهما أفعال مخصوصة. يبقى إذن لفظ الصلاة في قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، هذه حقيقة شرعية. الاصطلاح هنا جاء منين؟ جاء من اصطلاح الشريعة، لأن وهذه حقيقة، لأنه ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. وذلك هذا التقسيم الحقيقة يشير لك إلى أن المصنف يختار التعريف الأول للحقيقة ولا التعريف الثاني؟ الثاني، لأنه شرع، لأنه قسم ونوع على التقسيم الثاني. أنت معايا الحمد لله مش معايا؟ لا أنت مش معايا. طب قول لي احنا فين دلوقتي؟ المصنف اختار التعريف الاول، اختار التعريف الثاني. ما هو التعريف الاول؟ التعريف الاول استعمال الحقيقه فيما وضع عليه. تمام، والتعريف الثاني؟ استعمال النص الموضوع فيما اصطلح عليه يا المخاطبه، من المخاطبه، المخاطبه الجماعه الذين يعني يتخاطبون. طالما في اصطلاح يبقى اذا هنا يرد تقسيم الحقائق الى لغويه والى شرعيه والى عرفيه. طيب لفظ، اذا فهمت الحقيقه الشرعيه؟ طيب الحقيقه اللغويه استعمال اللفظ فيما وضع له لغه، فيما وضع له لغه، نعم، مثل استعمال المنضده، مثل استعمال يعني النحويون ان 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 الفاعل هو الذي يسبقه فعل والمفعول ما وقع عليه الفعل، حقائق ايه؟ حقائق لغويه، نعم، ويعني اذا هذه حقائق تخص اللغه. الحقائق العرفيه اللي هي، وهي نوعان، منها ما تعرف عليه العرف العام، يعني تعرف عليه اعراف الناس، وفي اعراف خاصه، في اعراف خاصه. يعني العرف العام مثل لفظ
الدبه في اللغه لذوات ايه؟ الدبه في اللغه لذوات يعني ذوات الاربع، مش كده؟ اليس كذلك؟ كل ما يدب على الارض. طيب ولفظ السياره، احنا بنقول فلان عنده سياره، السياره دي في اللغه ايه؟ السياره في اللغه القافله. وجاءت سياره فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. واياك ان تقول لنا واحد يفسر يقول السياره جاءت سياره هنا ارسلت دلوه، لا هذا خطا. السياره هنا جاءت على معناها الاصيل المعنى اللغوي، لكن احنا عندنا الان عندنا حقيقه الان بقت حقيقه عرفيه الان ان احنا بنركب السياره، السياره اللي هي ايه؟ السياره اللي هي اللي لها محركات ولها اربع عجلات اربع يعني اطارات ونحو ذلك. والا معنى القافله، والا معنى السياره في اللغه القافله. وجاءت سياره فاصل ويدنا فادلى دلوه. قال العرف الخاص هو ما تعرف عليه بعض الطوائف، منها مثل الجزم مثلا، هذا عرف خاص عند يعني النحويين، وممكن هذا عرف خاص عند النحويين او او او, أو يعني غير الجزم نحو المنصوبات او المرفوعات دي كلها ايه؟ اعرف خاصه. ما فائده تقسيم الكلام الى الحقائق الى حقيقه والى مجاز؟ اولا فائده ذلك ان تعلم قاعدتين، أن الأصل هو حمل الكلام على الحقيقة، أن الأصل في الكلام هو حمله على الحقيقة، وأنه لا يصار إلى غير الحقيقة إلا بدليل. هذا مهم جدا، أن الأصل هو حمل الكلام على الحقيقة ولا يصار إلى غير الحقيقة إلا بدليل يقتضي ذلك، لأن الحقيقة هي المعنى المتبادر إلى الذهن فيصار إليه. الثاني أن المجاز لا يثبت إلا بشرطين، وجود القرينة التي تبين لنا أن المتكلم لم يرد المعنى الحقيقي وإنما أراد المعنى الآخر، وجود القرينة ووجود العلاقة. طيب فهمت هذا؟ طيب نضرب مثالا، لو أن رجلا الآن من القائلين بالمجاز قال في قول الله جل وعلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، الحديث فقال هنا ينزل هنا ليس على ظاهره، وإنما ينزل ثوابه أو ينزل رحمته. لماذا؟ قال لأن الظاهر غير مراد، لأن معنى ينزل أنه هيخلو منه العرش وهتكون بعض السماوات فوقه، وكيف يكون ذلك؟ فالمعنى غير معنى الظاهر غير مراد. كيف نرد على هذا الرجل على هذا القائل؟ نقول ان الاصل اولا حمل الكلام على الحقيقه، ثانيا عندما تثبت معنى مجازي لابد ان تكون عندك قرينه تدلك على هذا المعنى المجازي، يعني القائلين بالمجاز متفقون على لابد من وجود قرينه، ولا صح أن تكون هذا الذي ذكرته قرينة على إرادة المعنى المجازي، لأن هذا الذي ذكرته إنما هو لفساد في ذهنك، إنما هو لفساد في تصورك. المعنى صحيح لكنك لفساد في تصورك توهمت أن هذا قرينة، لأنك أولا مثلت صفات الله بصفات البشر ومن ثم منعت هذا، وهذا معنى فاسد. ولو أنك فهمت النص كما فهمه الصحابة والفصحاء الأوائل، نعم، الذين حملوا كلامه على حقيقته ونزلوه على المعنى اللائق بجلال الله جل وعلا، لم تقل بذلك. إذا هذه الفائدة الثانية التي نستفيدها. إذا حتى على قول القائلين بالمجاز قولهم في آيات الصفات حملهم آيات الصفات على غير ظاهرها، هذا خلاف ما يتكلمون به، لأنه لابد من قرينة تبين لك أن لابد من قرينة تظهر من كلام المتكلم. عشان قلت لك لو قلت لك رأيت أسدا يبقى كلام اللي يحمل إلا عليه على الأسد، لأن هذا متبادر للذهن. أما لو قلت لك لو رأيت أسد يقاتل في سبيل الله، فهذه القرينة هي التي جعلت تقول الأسد ده ليس على معناه الأول وهذا على المعنى الثاني. لكن عندما تأتي في نصوص الصفات تقول الظاهر غير مراد، وتقول لأن لو نزل هيخلو منه العرش ولا كذا، فنقول لا، هذا لا يصلح أن يكون قرينة. أولا أخطأت خطأين، الخطأ الأول أن الأصل حمل الكلام على الحقيقة،
ثانيا أنك لا تريد لا تستطيع أن تثبت أن هناك مجازا إلا إذا كانت هناك قرينة خرجت من المتكلم تبين أن المعنى الحقيقي غير مراد. طيب كيف يكون هذا الباب من أبواب العظيم؟ طيب تعلمون أن القرآن طيب إذا طيب إذا خرج الكلام إذا خرج الكلام يعني الكلام أصل في الكلام الحقيقي، لما يكون المتكلم فصيح ويريد معنى غير المعنى الحقيقي لابد أن يكون عنده إيه؟ قرينة. لكن هل يعني هل يتصور أن يخرج الكلام من أفصح الفصحاء وهو لا يريد المعنى الحقيقي ويريد معنى غير الحقيقي ثم لا يكون هناك قرينة؟ لو لم يكن هناك قرينة مع إرادة المعنى المجازي بهذا اسمه إلغاز ليس بيان. البيان أن يكون المجاز معنى قرينة، ده معنى البيان. إذن البيان معناه البيان إذا كان المتكلم يتكلم بالحقيقة فلابد أن يكون وهو يريد معنى غير الحقيقة لابد أن يكون عنده لابد أن يضمن كلامه قرينة تدل أنه لم يريد المعنى الحقيقي وإنما أراد المعنى المجازي. طب إذا كان يريد المعنى المجازي وليس في الكلام ثمة قرينة يبقى هذا بيان ولا إلغاز؟ الغاز. والقرآن والسنة جاء بأعلى أنواع البيان بلسان عربي مبين، فكيف يدعي هذا المدعي أن نصوص الصفات كلها وهذا باب عظيم من أبواب العقيدة يقول هذه كلها ظاهرة غير مراد؟ ظاهرة غير مراد لأنك لفساد في ذهنك، لفساد في تصورك، أنك تصورت صفات لك صفات البشر فاعتبرت هذا قرينة، وهذا لا يكون قرينة أبدا لأن هذه لم تخرج من المتكلم، خرجت منك أنت، والقرينة لابد تخرج من المتكلم، هي التي تبين لك أنه أنا الذي أتكلم، فالقرينة تكون مني أنا وليس منك أنت. يعني لا تحمل كلامي قرينة، أنا الذي أقول لك رأيت أسدا يقاتل، أنا قصدت أن أنا دللتك هنا على 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 هذا. إذا فهمت هذا؟ إذا فائدة هذا الكلام بأن الأصل في الكلام الحقيقة. الثاني عند القائلين بالمجاز لابد من وجود قرينة تبين المعنى المراد. أما ادعاء أن الكلام ليس على ظاهره، نصوص القرآن والصفات ليس على ظاهرها ويريد بها غير ظاهرها، يبقى هي ليست بيانا، هي الغاز. وتلغز في هذا الباب العظيم من أبواب العقيدة على أن سلمان رضي الله عنه يقول لما سئل علمكم نبيكم كل شيء حتى خيرا قال أجل. يعني تأتي في الشريعة نصوص واضحة محكمة تبين قضاء الحاجة ونيجي في نصوص الصفات اللي هي تختص برب العالمين سبحانه وتعالى نقول والله هذه فيها يعني لا تكون هذه الشريعة أبدا، والشريعة بقى تضل الناس يعني تترك الناس هكذا هملا، فهذا لا يجوز. إذن حتى على قول بوجود المجاز لا ينهض لهؤلاء مثل هذا القول. فهمنا هذا؟ نعم. وأنواع المجاز؟ أنواع المجاز، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. نعم. لما قسم لك أقسام الحقيقة وقال لك الحقيقة لغوية وشرعية وعرفية، شرع لك يبين أيضا أن هذا المجاز أنواع، والمجاز هنا معنى أن يعني لأن المجاز قسيم، لأن المجاز قسيم الحقيقة، فشرع لك يبين أن أيضا هناك أنواع من المجاز. المجاز هذا احنا عندنا مجاز في لغه يعني في اللغه او عند القائلين به على قسمين، مجاز الكلمه وهو الذي نبحث عنه هنا، ان الكلمه استعملت في غير اصطلاحها او استعملت في غير موضعها على تعريفي الحقيقه، ده هذا الذي نبحثه. في نوع ثاني من المجاز يعني مذكور عند اهل البلاغه يسموه المجاز الاسنادي، مجاز الاسناد يعني يسند الفعل لغير فاعله لفائدة بلاغية، ده غير داخل على عند موضوعنا، ده موضوع علم البلاغة، وهذا يسمونه الإسناد العقلي.
يعني فهذا الاسناد العقلي او المجاز يعني يا بالاسناد ليس موضوعنا هنا. نحن موضوعنا في مجاز الكلمه، الكلمه التي نقلت من موضوعها الى من استعمالها الى استعمال اخر، او الكلمه التي استعملت في ما لم يصطلح عليه من المخاطبه، على تعريفي الحقيقه والمجاز يقابل التعريفين. قال: والمجاز اما ان يكون بزياده او نقصان او نقل او استعاره. وهذا إجمال يتبعه سوف يورد لك التفصيل. فالمجاز بالزيادة، نعم، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وهذا المجاز يعني بالزيادة، هذا يقول لك إن الكلمة هنا جاء في إن جاء كلمة زائدة فنقلت المعنى، غيرت المعنى الذي يعني تعرف عليه. فقال فأورد لك مثالا على المجاز بالزيادة، قال: ليس كمثله شيء. فقال الكاف هنا، الكاف هذه زائدة. الكاف هنا عندما يقولون زائدة ينبغي أولا أن يعني نحتاط في ذكر شيء من القرآن نطلق عليه زائد، لأن القرآن كلام الله. لكن مشكلة المتكلمين أنهم بسبب تصورات، وأبو المعالي الجويني من أئمة الأشاعرة، إمامهم كبير من أئمة الأشاعرة، نعم، ولذلك نحن يعني سوف نخاطبه كثيرا ونناقشه كثيرا في العقيده الطحاويه، نعم، في كثير من يعني المعتقدات، وناقشناه في معتقدات النبوه وغيرها، نعم. فلذلك يعني بيسهل جدا النطق، لان القران عند الاشاعره هو عباره عن كلام الله، لان كلام الله عنده كلام نفسي، نعم، ليس الكلام بحرف وصوت. لذلك الإمام السجزي ألف رسالة الرد على من أنكر الحرف والصوت. على كل حال هذا موضوعنا إن شاء الله غدا في العقيدة الطحوية. هنا ليس كمثل شيء، الكاف هنا عندما يقولون زائدة ليس معناها زائدة، هي زائدة من جهة النحو، من جهة الحكم النحوي له، لكنها هي مع قولهم زائدة، إلا أنها هي جاءت لإفادة معنى. المعنى هنا إيه؟ المعنى هنا تأكيد النفي. الكاف هذه جاءت لتأكيد النفي، معناه ليس كمثله شيء. لما جاءت الكاف معناها ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. العرب تعرف ذلك من الصلاح يعني المخاطبة. فهنا قالوا إن الكاف هنا زائدة ليه؟ لأن لو لم تكن زائدة لأخذنا معناها مثل، أن الكاف فلان كفلان يبقى مثل فلان. فقال لو لم تكن الكاف زائدة هنا يبقى ليس مثله شيء. يبقى قالوا هذا يترتب عليه معنى باطل، وهو انه اذا كان ليس مثله شيء يبقى ممكن يكون مثله شيء. فلذلك قالوا هذا مجاز بايه؟ مجاز بالزيادة. على ان هناك قول اخر على ان هنا اذا انتفت المثلية عن مثل المثل فعن المثل من باب اولى. ولا نعم تفضل. ها؟ أنا عارف أنت منتظر هذه يعني هذه النقطة. القول هنا هم قالوا الكاف زائدة ليه؟ قالوا أن الكاف في اللغة معناها مثل، فلو لم تكن زائدة يبقى ليس مثل مثله شيء. إذا ليس مثل مثله شيء، إذا نفى المثل عن مثل مثل فممكن يكون هو مثله شيء، لكن مثل المثل ملوش شيء. فقالوا هذا يفهم منها معنى باطل هنا. يفهم منها معنى ايه؟ معنى باطل. القول الصحيح للكاف هذه عند اهل السنه انها صله لتاكيد النفي. القول الصحيح عند اهل السنه في الكاف انها صله لتاكيد النفي، ان العرب اذا سمعت ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. نعم، فهنا ليس كمثل الفتى زهي، يعني العرب تفهمه ليس مثل الفتى، ليس مثل الفتى زهي خلق يضاهيه في او يوازيه في الفضائل. فالعرب تفهم من مجيء الكاف هنا ان في صله، عشان النفي ده مؤكد بالتكرار، بس بدل ما يتكرر الكاف دلتك على ذلك. الاشاعره يقولون ان الكاف دي هنا ايه؟ زائده. الزائده جاءت للتاكيد، ويقولون لو لم تكن معها التاكيد يبقى هيترتب عليها معنى فاسد، لان كاف في اللغه بمعنى مثل، فلان كفلان، مثل فلان، يبقى ليس مثل مثله شيء، يبقى هو قد يصير المعنى، فقد يكون المثل ثابتا وهذا باطل. فسمى هذا مجاز بايه؟
سمى هذا مجازا بزيادة. وذكرت لك أن من أهل السنة من يرى الجواب الثاني بأن هنا إذا انتفى عن مثل المثل، نعم، فهنا انتفاء صحيح، ليس كمثله شيء. العرب تكني بالمثل عن النفس، العرب تكني بالمثل عن إيه؟ عن النفس. فتقول ليس مثلك لا يفعل كذا، يبقى أنت لا تفعل كذا. يعني عندما أقول لك مثلك لا يفعل كذا، يبقى أنت لا تفعل كذا. يبقى ليس كمثله شيء، يبقى ليس كذاته شيء. لأن المثل في لغة العرب يطلق على إيه؟ يطلق على النفس، العرب تطلقه على النفس. يبقى ليس كمثله شيء، ليس كذاته شيء. وإذا كان ليس كذاته شيء، فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يبقى صفاته كذلك ليس مثلها، ليس كمثلها شيء. فهمنا ذلك؟ النوع الأول من المجاز هو المجاز بالزيادة، نعم، هو ليس كمثله شيء. فهمت أنا معنى الآن؟ قال والثاني المجاز بالنقصان. النقصان ليه؟ قال واسأل كذلك قوله تعالى واسأل القاية. طب القاية هي تسأل؟ القاية عبارة عن مبان وأبواب وسور. المقصود واسأل أهل القاية، يبقى ده اسمه مجاز بالنقصان. لما حصل نقصان نقل الكلمة من الناس إلى القاية، يبقى القاية هنا مستعملة في غير موضوعها. ده معنى على المجاز. بس حصل هنا إيه اللي خلاها على غير موضوعها؟ أسقط، انتقص المضاف وبقي المضاف إليه، وبقي المضاف إليه. هذا يسمونه المجاز بإيه؟ بالنقص. على أن أهل السنة الذين يقولون ينفي المجاز، الشافعي رحمه الله تعالى ذكر هذه الآية في كتاب الرسالة، قال صنف مما يبين سياقه معناه، يعني صنف مما يبين سياقه معناه، قال ولا يختلف يعني على أهل العلم باللسان أن معنى هذه الآية أنهم مرادهم يعني مخاطبة أبين بسؤال أهل القرية وسؤال أهل العير، لأن القرية والعير لا تنبئان عن صدقهم. إذن الشافعي لم يعتبر هذا إيه؟ اعتبر هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية مما يبين سياقه معناه، يدلك على قول الشافعي أن القرية تطلق على معنيين، تطلق على الحال اللي فيها، تطلق على المحل. القرية تطلق على الاثنين، تطلق على الناس اللي هم في القرية، وتطلق على المكان. من الأول قوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. كلام ده معنى على مين؟ أهل القرية. ومن الثاني وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وكم أهلك، نعم، يعني أفلم يسيروا في الأرض فتكون، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. يبقى دي قرية إيه؟ وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. القرية إيه؟ المحل. إذن القرية في اصطلاح القرآن يطلق على الناس اللي في القرية، ويطلق على تكلمنا على أنواع المجاز. أنواع المجاز بالزيادة ليس كمثله شيء. طيب عندما نقول إن عندنا التفسيران أن الكاف هنا صلة لتأكيد النفي، ولا نقول إن المثل هنا إن العرب تطلق المثل على النفس، ومن قوله يعني قوله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، وعلى مثله وهو القرآن. مثله هنا أريد به القرآن أو أريد به النبوة، لأن في بني إسرائيل، لأن العرب لم يكن عندهم شاهد من يعني من النبوة. النبوة عندهم متأخرة من عهد إسماعيل، لكن بني إسرائيل كان عندهم إيه؟ كان عندهم نبوة. ولذلك دائما فاسألوا أهل الذكر. أنا خطبت رجلا نصرانيا فقال لي إيه يعني تسألوا أهل الذكر؟ يعني اليهود هم أهل الذكر، عندكم في القرآن فاسألوا أهل الذكر. كيف تسألوا أهل الذكر؟ أمال أنتوا إيه؟ فهذا جاهل، لأن الكلام هذا كان خطاب للعرب الذين ليس عندهم نبوة، فأمرهم الله جل وعلا أن يسألوا اليهود لأن كانت عندهم النبوة من الرجال، أنبياء الله جل وعلا منهم. نعم، وما أرسلنا من قبلك يعني وما أرسلنا من رسول
من قبلك من رسول يعني وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فإذا فاسألوا أهل الذكر معناه اسألوهم، لأن النبوة كانت عند العرب بعيدة بعيدة العرب من عهد إسماعيل، لكن النبوة كانت في من؟ في بني إسرائيل. فنقولنا يقبل الله جعب أنهم يسألوا بني إسرائيل هل كان عندكم أنبياء من الملائكة ولا من البشر؟ فهمت ذلك؟ على كل حال وشهد شهده من بني إسرائيل على مثله، أي على مثله القرآن. إذا تطلق المثل على النفس، لما يكون عندنا الترجيح هنا بين اختيار أن كون الكاف زائدة أو صلة، أو التفسير الثاني، الأصل في التفسير أن التفسير الذي ليس فيه الأصل وعدم تقدير الزائد. يبقى لما نفسر، لما نختار أحد التوجيهين نختار التوجيه الثاني، نختار التوجيه الثاني أن المثل يعبر به عن النفس، لأن القاعدة في التفسير عندما يترجح في التفسير أن التفسير الذي فيه تقدير زائد، التفسير الذي ليس فيه تقدير زائد أو محذوف أولى من التفسير الذي يقدر فيه زائد. وعلى ذلك إذن عند على قواعد التفسير مرجح التفسير الثاني، أن العرب تطلق المثل على النفس ويكون المعنى ليس كذاته شيء، وإذا كان ليس كذاته شيء كذلك ليس كصفات شيء، لأن الصفات كلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه، يحتذى فيه حذوه. إذا هذا المجاز بالزيادة اعتبر أن الكاف هنا زائدة، لأنها لو لم تكن زائدة لأفادت معنى باطل. المجاز بالنقصان واسأل القرية، على اعتبار أن معناه واسأل أهل القرية، وأهل السنة يقولون كما قال الشافعي. هذا مما يبين سياقه معناه، ومما يبين ذلك أن القرية تطلق على الحال، على الناس الموجودين، تطلق على المحل، وعلمتم شواهد القرآن في هذا وفي ذاك. والنوع الثالث من المجاز والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. المجاز بالنقل معناه أن تنقل اللفظة، المجاز بالنقل معناه أن تنقل اللفظة من معناها التي تستعمل فيه إلى معنى آخر. المجاز بالنقل معناها أن تنقل الكلمة من معناها التي تستعمل فيه إلى معنى آخر لعلاقة بينهما. فأصل الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، أصل الغائط هو المكان المنخفض من الأرض. ولما كان الإنسان الذي يريد قضاء حاجته إنما يبحث عن هذا المكان، فكني بالخارج عن الإنسان بالغائط، والعلاقة بينهما إيه؟ المجاورة، أن الإنسان يجاور المكان ده. فالعلاقة بين الغائط وبين الخارج عن الإنسان إيه؟ المجاورة. فيسمون هذا مجاز بإيه؟ مجاز بالنقل. إذن المجاز بالنقل أن تنقل المعنى من معناها اللي يستعمل فيه إلى معنى آخر. فهمت هذا؟ مثل كلمة الغائط. القائلون بعدم وجود المجاز يقول لا مجاز هنا. لماذا؟ لأن إطلاق الغائط على مكان قضاء الحاجة هذا صار حقيقة عرفية. لماذا صار حقيقة عرفية؟ قال لأنك عندما تسمع كلمة الغائط، يعني لما تقرأ قول الله جل أو جاء أحد منكم من الغائط، هل يجيء في ذهن واحد أن الغائط هو المكان المنخفض، وأن هذا كن يبيع عن إنسان لعلاقة المجاورة، ولا حيأتي إلى ذهنك مباشرة أن الغائط هو مكان قضاء الحاجة وهذا قضاء ده كان يقضي حاجته؟ فقال هذه اسمها حقيقة عرفية، خلاص، لأن الحقيقة هي ما تبادر إلى الذهن، مما تتميز بالحقيقة عن غيرها أن الحقيقة هي ما تتبادر إلى ذهنك. فالقائلون هنا بعد وجود المجاز يقول هذا لا مجاز هنا في هذا. لماذا؟ لأن هذه حقيقة عرفية، وهذا أسبق للذهن، لا يأتي أبدا في الذهن المعنى الذي تتكلمون فيه. وهذا كلام راجح، أهل العقول يميزون في ذلك. نعم. قال والمجاز بالاستعارة، وهذا النوع الرابع من المجاز، كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، يعني فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام في سورة الكهف. المجاز بالاستعارة معناه استعارة معنى، شوفونا استعارة معنى يختص بشيء وإطلاقه على شيء آخر لا يطلق عليه في الحقيقة. المجاز بالاستعارة معناه استعارة معنى وإطلاقه على آخر، استعارة معنى شيء معين وإطلاقه على آخر لا يطلق عليه في الحقيقة. نطبق هذا الكلام على هذا التعريف،
الأصل بأن الإرادة تختص بمن؟ بالحي. طب والجمادات لا حياة فيه. نعم. قالوا هنا فاستعار هنا الإرادة التي هي من معنى من معنى الأحياء وضعها للجدار الذي هو من الجمادات، لأن الجدار كان يميل للسقوط، فلما كان يميل للسقوط فقال جدار يريد أن ينقض. كلام يودينا في يعني في شرقا وجنوبا. على كل حال يسمونه مجاز بإيه؟ المجاز بالاستعارة. المجاز بالاستعارة معنى استعارة معنى شيء معين وإطلاقه على شيء آخر لا يطلق عليه في الحقيقة. قالوا إن الجمادات في الحقيقة لا يطلق عليها بأنها تريد، لأنها جمادات والإرادات هذه تختص بالحي، فلما اختصت بالحي أطلقت هنا على الجدار، يبقى استعير معنى الإرادة ده من الحي إلى الجدار، لأن الجدار كان يقرب من السقوط. وأما القائلون بنفي المجاز هنا قال لا مانع، تفضل. مرة ثانية، مرة ثانية إيه بالضبط؟ كلام معلوم مش شيخ محمود. طيب المجاز بالاستعارة معناه استعارة معنى يختص بشيء معين وإطلاقه على شيء آخر لا يطلق عليه في الحقيقة، مثل الإرادة مختصة بالحي، فاستعيرت هذه الإرادة للجدار. لماذا؟ قالوا أن الجدار هنا كان يريد أن ينقض، مائل للسقوط. أهل السنة قالوا لا، قالوا من فات المجاز، نعم، قالوا الآية هنا لا مجاز فيها، لأنه لا مانع من أن يجعل الله جل وعلا لبعض الجبلات إرادات، وهذا حنين الجزع للنبي عليه الصلاة، وهذا الحجر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه، والحديث في صحيح مسلم إني لا أعلم حجرا كان يسلم علي كلما يعني مررت علي، والحجر الذي فر بثوب موسى ثوبي حجر، والحديث في الصحيح، وهذا أحد يحبنا وينحبه، والمحبة من جنس الإرادة. إذن لا مانع أن تكون في الجمادات إرادات يخلقها الله جل وعلا، والله قدير. نعم. فهمنا ذلك؟ إذن هذه أنواع المجاز على ما ذكرها إيه المصنف، وذكرنا فيها ماذا وضع عليهم القائلين بالمجاز. نعم. طبعا تكلمنا على هذا المجاز، وتكلمنا على القائل فيه. هندخل الآن بقى هذه أول أبواب أصول الفقه التي سوف تحس فيها بروح مبحث الأمر. كل الكلام اللي فات كده تحس إن أنت بتذاكر حاجات لا روح فيها، حاجات إحنا تحتاج إلى نوع من الحياة. أنت عارف هي في حياة لماذا فقدت نوع من الحياة؟ لأن مثلا ما يتكلم على نص المنطق، أبعد ما تكون عن يعني قواعد المنطق والظن والتوهم والشك، نعم، ونحو ذلك، أبعد هذه الألفاظ أبعد ما تكون عن القرآن والسنة، فتجد فيها مواد. عندما تدخل بقى نصوص القرآن والسنة تحس بالحياة. فهنا إن شاء الله أنا أعدكم بإذن الله إنه هنا إن شاء الله من بداية هذا الباب نكون، هو طبعا الآن الحمد لله في بعض نصوص القرآن والسنة دخلت بيننا، فصار فيها نوع من الإيه من الحياة. ما الفرق بين الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية الخاصة؟ الحقيقة اللغوية مثل اللحم، استعمال اللحم، فاللحم لغة هو ايه؟ كل لحم. السمك في اللغة ايه؟ لحم. وذكرنا في الدرس الماضي تعليقا على ذلك، لو ان رجلا حلف امرأته حيطلق امرأته لو اكلت سمكا، لو اكلت لحما، لو اكلت لحما اللحم اليوم ب 75 جنيه ولا ب 70 جنيه، قال والله لو قربت اللحم هذا فانت طالق. فبعت المرأة يأتوك السمك، هل تطلق المرأة بذلك؟ لأنها أكلت لحما طريا؟ لا، لأننا هنا العرف هنا خص اللحم الطري ده بالسمك، فيكون اللحم الطري كون السمك لحم طري ده اسمه حقيقة لغوية. ولذلك احنا ذكرنا ان عندما من فوائد، حتى تجمع بين الدرسين، من فوائد هذه الحقائق انه اذا تعارض حقيقة شرعية مع حقيقة مع غيرها قدمت الحقيقة الشرعي، وإذا تعارضت الحقيقة العرفية مع الحقيقة اللغوية قدمت عند جماهير أهل العلم، خلافا للأحناف. الأحناف نقول المرأة تطلق، الأحناف اللي حيطلقون المرأة. لماذا؟ لأن اللحم ده أكلت لحم، وده لحم طري، سمك ولا غير سمك اسمه لحم طري، لأن عند الأحناف يقدمون اللغوية على العرفية. والصواب أن العرف الناس يعني محترم،
ومستعمل ومعتبر معتبر في ذلك. فهمنا ذلك. اما العرف الخاص العرف الخاص كاصطلاح النحاة على المجزومات التي تسبق ادوات الجزم او المجرورات. والاصل ان المجرور في اللغه ان الشيء الذي يجر، لكن هذه المجرور في اللغه ده اسمه عرفي ايه؟ عرفي خاص. نعم الامر تفضل يا شيخ. بسم الله. الامر والامر ابتداء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغه الداله عليه افعل، وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينه تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. نعم. الأمر هذا الباب من أهم أبواب أصول الفقه. ليه؟ لماذا؟ لأن مضار التكليف على الأوامر وعلى النواهي. نعم. فهذا الباب من أهم أبواب أصول الفقه، لأنك لا تستطيع أن تفهم أوامر التشريع إلا إذا يعني أحط علما بمعنى الأوامر ومعنى النواهي، وبماذا تفيد الأوامر وبماذا تحمل الأوامر وماذا يفيد النهي. نعم. إذن فائدة الدراسة دراسة هذا الباب أن مدار التكليف على الأوامر والنواهي، ولا تستطيع أن تعرف هذه الأحكام إلا إذا أحط علما بما يختص بالأمر والنهي. طيب أهداف هذا الدرس إيه؟ الأهداف التي قصد المصنف بهذا الدرس؟ يتصور منك بعد دراسة هذا الدرس أن تكون أحط علما بمعنى الأمر، وعلمت معنى الواجب، وعلمت الصيغ التي تستطيع أن تستنبط بها الوجوب من الدرس، وكذلك علمت كيف تصرف الوجوب، تصرف الأوامر من الوجوب إلى الندب أو إلى الإباحة أو إلى غيرها. نعم. يتصور منك يعني أن تكون عندك ملكة للفهم، فهم النصوص وفهم دلالات النصوص. هذه أهداف هذا الدرس، أن تكون أولا أحط علما بمعنى الأمر. نعم. وحدود هذا الأمر. نعم. ثانيا أن تكون ضابطا لمعنى الواجب. ثالثا أن تعلم الصيغ التي يستفاد منها الوجوب. رابعا أن تعلم متى تصرف هذا الوجوب إلى غيره من الندب أو الإباحة. نعم. خامسا أن تكون عندك الملكة التي تستطيع بها التمييز بين أقوال أهل العلم عندما يكون هناك اختلاف في مسألة، بعضهم يحمل هذا الأمر على الوجوب وبعضهم يحمل الأمر على الندب، فكيف فيعني فتستطيع أن تفهم ما أخذ كل منهم. هذه أهداف هذا الدرس، مهم جدا أن أنت تفهم كل درس، تعرف أهدافه، تعرف أهداف الدرس حتى تعلم أن أنت مهم جدا أن أنت تخرج من هذا الدرس بهذه الأهداف. إذا لم تخرج بهذه الأهداف يبقى لابد من إعادة الدرس حتى تكون عندك الأهداف واضحة. الأمر في اللغة ضد النهي، هذا أفضل تعريف اللغة في الأمر. هناك تعريف كثيرة للأمر في اللغة، لكن أفضل تعريف الأمر في اللغة أنه إيه؟ أن الأمر ضد النهي. النهي لا تفعل، الأمر يفعل. يبقى إذن الأمر لغة ضد النهي. الصلاح معرفه لك المصنف، ونقتصر على تعريف المصنف ونشرح التعريف. قال والأمر استدعاء الفعل. إذن الأمر هنا ده يعرفه على إيه؟ يعرف الأمر ونبدأ على الصلاح الأصوليين. نعم. قال والأمر استدعاء الفعل بالقول. الاستدعاء معناه أي طلب الفعل. الاستدعاء معناه طلب، السين والتاء تدل على الطلب، فالاستدعاء الفعل يعني طلب الفعل. طلب الفعل سواء كان هذا الفعل قولا أو فعلا. الفعل هنا لا يراد به خصوص الفعل لكن الطلب. إذن قول استدعاء أي طلب الفعل سواء كان قولا أم عمل. عندك كلام موجود، ولكن أنت شوف كلام الشارح وانظر فيه مع كلامي، إذا وجدتك زيادة في كلامي دونها حتى لا تنشغل دائما عن الدرس. أنا عندك شرح عندك في الكتاب، فانظر إلى كلام المصنف واجمع بينه وبين كلامي. الطلب معناه الاستدعاء معناه طلب الفعل سواء كان قولا أو فعلا. مثال على طلب القول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
يبقى ده طلب ايه؟ هذا استدعاء الفعل بالقول واستدعاء الفعل بالعمل. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا واتموا الحج والعمره لله. هذه امثله عليه ام هذه امثله على استدعاء الفعل؟ اذن هنا قول استدعاء اي استدعاء الفعل اي طلب الفعل سواء كان قولا او فعلا. وعلمت شواهد القول وشواهد الفعل. طيب قال استدعاء الفعل بالقول يعني الامر على كلام المصنف لابد ان يكون بالقول. خرج بالقول ايه؟ الكتابه على الصلاح على هذا الاصطلاح. لانه قال استدعاء الفعل بالقول خرج بالقول الكتابه. يعني لو ان والدا كتب او ان رجلا كالحاكم مثلا كتب الى فلان اذهب الى كذا فهذا الكلام لا يكون امرا على هذا الاصطلاح لانه قال استدعاء الفعل بماذا؟ بالقول. وخرج به ايضا الاشاره. يعني الان لو اشرت لواحد اشاره بالجلوس لم يكن هذا امرا لان يقولون ان الامر حقيقه في القول مجاز في غيره. هذا معنى كلام المصنف استدعاء الفعل حتى تفهم كلام المصنف كلمه كلمه. استدعاء الفعل بالقول خرج بالقول الكتابه والاشاره. هذا على الصلاح المصنف. ولكن على الراجح ان الكتابه والاشاره كل منهما يسمى امرا. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح لما مرض النبي عليه السلام والحديث في يعني الصحيحين. نعم والحديث عند الـ عند الـ عند البخاري برقم 684 وعند مسلم 421. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض واستخلف وصلى ابو بكر بالناس خرج النبي عليه السلام فهنا حدث بين الناس يعني تصفيق. نعم فالتفت ابو بكر رضي الله عنه فاشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه ابو بكر رضي الله عنه وحمد الله جل وعلا واستاخر ابو بكر وتقدم النبي عليه الصلاه والسلام. بعد الصلاه قال النبي عليه الصلاه والسلام لابي بكر ما منعك ان تثبت اذ امرتك. عندنا هنا ايه مساله هنا خلاص عندنا ما قطعت جهيزه قول كل خطيب. قال ما منعك ان تثبت اذ امرتك. وهذا دليل يدل على ايه؟ ان تسميه الاشاره امرا. قال ابو بكر ما كان لابن ابي قحافه ان يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا هذا يدلك على ان الصواب أن الأمر يحصل بكل ما يدل عليه سواء كان بالقول أو بالإشارة أو بالكتابة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى عماله وكتب إلى عمرو بن حزم مقادير الزكاة. فلو لم يكن الأمر بالكتابة لما صحت أيضا هذه المقادير. يبقى هذه ليس أمرا عندهم فيها سعة. كيف يكون السعة في ذلك؟ ولا سعة في ذلك. فهمنا ذلك؟ يقول هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. ممن هو دونه يعني أن يكون جهة الآمر أعلى من جهة المأمور عشان حتى يكون هناك أمر. لأنهم قالوا إذا كان جهة الآمر مساوية إذا كانت جهة الآمر مساوية لجهة المأمور فهذا يسمونه التماس. وإذا كانت جهة الآمر أدنى من جهة المأمور فهذا يسمونه دعاء. رب اغفر لي هم فسوف الآخر دعاء لأنه من الأدنى إلى الأعلى فهذا يسمونه دعاء. نعم الكلام ده إذا قال هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه أي على جهة كون الأمر أعلى من جهة المأمور حتى يخرج الالتماس ويخرج الدعاء. لكن انتبه أن الالتماس والدعاء على الصلاح الامر هو كل امر لكن هذا الصلاح. يعني يكون يسمي الامر ده استدعاء يسمي هذا التماس او يسمي هذا دعاء. نعم هذا الصلاح والا كل امر لانه كله في صيغه الامر. نعم
على كل حال المصنف هنا راعى انه بيتكلم في الاوامر في اي نوع من الاوامر الشرعيه، فقال لك استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، لان جهه الشارع اعلى من جهه المأمور. قال اذا والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. نعم، قوله هنا يعني على سبيل الوجوب، أي يكون الأمر للوجوب حقيقة، يكون الأمر للوجوب حقيقة. إذن على كلام المصنف إن الند غير داخل في الأمر، لأنه يقول هنا إيه، لأنه لما عرف لك الأمر قال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، إذن الأمر اللي خرج على سبيل الند لا يعتد عند المصنف يسميه أمرا، لأن هو ده حد الأمر عنده. وذكرنا أن الصواب بأن المندوب مأمور به مثل الواجب، إلا أن المندوب مأمور به بأمر غير جازم. فهمنا ذلك، هذا مر علينا، لو رجعت إلى باب الند حتى تتذكر هذه المسألة، لكنكم قوم لا تذاكرون. يعني لو رجعت إلى باب الند فتجد هل المندوب مأمور به أم لا؟ ما أنت كل واحد عمال أنا بتكلم لوغاريتمات، المسألة دي مرت علينا، هل المندوب مأمور به أم لا؟ مر علينا أن المندوب على الصواب، على الراجح أن المندوب مأمور به، لكنه مأمور به بأمر غير جازم. لكن المصنف هنا لما كان على مذهبه أن المندوب غير مأمور به، فقال لك قطع لك أن الأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصواب أن المندوب مأمور به حقيقة، لكن دل دليله على إرادة الند دون الواجب. طيب، لما يعني إذن هذا تعريف الأمر. نعم، قال والصيغة الدالة عليه افعل، والصيغة الدالة عليه افعل. قول هنا الصيغة والصيغة الدالة عليه افعل أفادت أمرين، أفادت أن الأمر له أسلوب في اللغة يفهم منه بأن هذا أمر، وهذه فهمناها من كلمة وصيغته الدالة عليه، إذا الأمر له أسلوب في اللغة نعرف منه إن ده أمر. الثاني، الفائدة الثانية، أن من صيغ الأمر يفعل، والمصنف هنا اقتصر على صيغة افعل ولم يذكر غيرها، والصواب أن نفعل هي من صيغ الأمر، لكن الأمر لا ينحصر في هذه الصيغة. صيغة افعل إيه؟ يعني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتموا الحج والعمرة لله. نعم، هذه كلها صيغة إيه؟ صيغة افعل. نعم، وآتوا يعني واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، صيغة إيه؟ افعل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، صيغة افعل. واعبدوا الله، صيغ دفع لو تشك دينه، فهمت هذا؟ طيب، لكن هناك صيغ أخرى الأمر، من صيغ الأمر الأخرى المضارع، من صيغ الأمر الأخرى حتى استكمالا للفائدة، المضارع المجزوم بلام الأمر، المضارع المجزوم بلام الأمر، مثل قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ده مضارع مجزوم بلام في الأمر. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، بلام الأمر. وهنا يجب التفريق بين لام الأمر الساكنة، وده خطأ يلحن فيه القارئ عندما يفرق بين لام الأمر الساكنة وبين اللام المكسورة للتعليل. وليعلم الذين نافقوا، وليعلم، لام هنا مكسورة لأنها للتعليل، وليعلم الذين نافقوا. نعم، وليعلم الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، اللام هنا مكسورة للتعليل، فتفرق بين اللام الأمر اللي هي ساكنة وبين اللام المكسورة هذه للتعليل. لا، احنا بنتكلم هنا على لام الأمر الساكنة، لذلك عندما تقرأ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، يبقى إذا من صيغ الأمر المضارع المقرون بلام الأمر الساكنة. من صيغ الأمر كذلك اسم فعل الأمر، من الصيغ التي تستفيد منها، اتفقنا أن الأمر له صيغ،
من صيغ الأمر اسم فعل الأمر. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، اسم فعل الأمر وعلى المولود له، اسم فعل الأمر. من صيغ الأمر كذلك المصدر النائب عن فعله، فضرب الرقاب وبالوالدين إحسانا، ها وبالوالدين إحسانا، المصدر هنا مصدر هو مجرور ولكن أنا مجرور ولكن في محل نصب، نصب المصدر فضرب الرقاب. نعم هذا هذا يبقى هذا إيه هذا يبقى إذن المصدر النائب، المصدر النائب عن فعل أن المصدر يعمل عمل الفعل. هذه صيغ كذلك من صيغ الأمر. وهناك كذلك في القرآن أساليب أخرى يفهم منها الأمر، من ذلك كتب، فرض، قضى، الثلاثة هذه يفهم منها الأمر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتاب الله عليكم في سورة النساء كتب، ها فرض، فرض رسول الحديث في الصحيحين، فرض رسول الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طمن، صاعا من شعير، صاعا من أقط، نعم من أقط، نعم قضى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذا هذه من صيغ القرآن في الدلالة على الوجوب. من أساليب القرآن أيضا في الدلالة على الوجوب الثناء على الفعل والثناء على أهله ومحبة الله جل وعلا لهذا الفعل، هذه من صيغ الوجوب. يعني في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يفهم منها وجوب التوبة ووجوب التطهر. طيب إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يفهم منها وجوب الجهاد. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فهم من أين وجوب العدل. إذن هذه من أساليب القرآن لإفادة الأمر. إذن فتحصل لنا أن صيغ الأمر صيغة دفعة وهي التي اقتصر عليها طم فضل أقصيد عدنا هذه الصيغة الله يرضى عليك. لا أفضل عد الصيغ اللي احنا بنقولها دي أعدها فضل، لا أفضل خليك من سؤال صيغ كتبة، لا خلينا نقول هات الصيغ كده مرتبة. المصنف رحمه الله ذكر صيغة واحدة من صيغ الأمر، ما هي؟ افعل، صيغة افعل. هناك صيغ أخرى من الأمر، هات لي صيغة أخرى من الأمر مش شرط الترتيب. اسم فعل، اسم فعل، اسم فعل الأمر مثل ماذا؟ مثل عليكم، عليكم إيه؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، في شاهد آخر وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب شيخ سعد، اخونا سعد تفضل. لام الامر فعل مضارع مذموم بلام الامر شاهدها ليخلو تفاسهم وليوفوا، انت رجل من حافظ القران، ثم ليخلو تفاسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هو ومن السنه انا بقى اريدك انت بقى شوف أنا يعني في بقى فايده جميله جدا لما تفعل هذا الكلام تعمل ايه، ترجع الى السنه وانت تحاول تستخرج ادله. مهم جدا هذا، هذا يعلمك ان انت ترجع بقى الى تقرا في دواوين السنه وتحاول تستخرج. واحنا لماذا قلنا بان يعني الامر بان الاشاره تسمى امرا؟ ما الذي دلنا عليها؟ السنه. فلما كنت تفهم اصول الفقه وتقرا دواوين السنه تستطيع ان انت تعمل شواهد لك، تستطيع ان تستخرج الشواهد ترد بها على الاصوليين. لما يقول لك الاشاره لا تسمى امرا، طب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما منعك ان تثبت اذ امرتك واشار له واشار اليه ولا يعني ولم يكلمه، فهنا يعلمك ملك تستعمل الملكه التي عندنا كلنا معطله اللي هي ايه، التفكر والتامل والاستنباط يتشغل. ان الملكات اذا انت تستعملها بتضمه، مشكلة الملكات إذا لم تستعمل الملكات بتضمه، لذلك الله جل وعلا دبنا دائما إلى التفكير وإلى التأمل حتى تستعمل الملكة هذه. نعم طيب ومن الصيغ المصدر النائب عن فعله عندك له شاهد؟ أخونا أخونا؟ عاطف، تفضل يا عاطف. وضرب الرقاب، لا وضرب الرقاب برضك، فضرب الرقاب.
طيب وكذلك من الـ من الـ من اساليب هذا المصدر النائب عن فعل. من اساليب القران في بيان الامر في ثلاث الفاظ انا 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 ذكرتهم كتب ها كتب ها وفرض ها و وقضى قضى مثل ماذا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وفرض فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صح صح شايف وكتب وكتب يعني لما كتب عليكم السلام وكتب على الذين من قبلكم اذا فهمنا هذا اذا هذه كلها ايه صيغ الامر. المساله الثانيه اذا فهمنا هذه الاساليب. قال المصنف رحمه الله تعالى شوف لما قال لك والصيغه الداله عليه افعل وهي عند الاطلاق ان الحمد لله لان حسيت ان ماده اصول الفقه بقى فيها نوع من ايه بقى فيها نوع من الحياه دبت فيها الحياه صلى الله جل وعلا ان 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 يحيي يعني موت قلوبنا. نعم قال وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينه تحمل عليه يعني هذه الصيغه صيغه الامر عند الاطلاق يعني الامر المجرد نعم والامر ليس هناك قرينه تحمل عليه تحمل على الوجوب. قال وهي عند الاطلاق يعني الامر المجرد مجرد امر افعل او الصيغ الاخرى وهي عند التجرد ليس هناك قرينه تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحه فيحمل عليه.